يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله النهارده تكون حلقه مميزه كالعاده، زي ما احنا متعودين هيكون معانا جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هيكون لينا جوله في اخبار كره القدم العالميه واخر اخبار الالعاب الاخرى، وكل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس بتجمعنا هي الرياضه. خلونا كده نبدا زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. الاهلي يحسم لقب الدوري قبل 5 مواجهات على ختام مشواره بالمسابقه. والزمالك يواصل استعداداته لمواجهه الاهلي، واوسوريو يحاضر اللاعبين. الكاف يعلن تأجيل قرعة تصفية كأس العالم لمدة 24 ساعة وينقلها إلى الكوت ديفوار. مصر تهزم المغرب وتتوج بالبطولة العربية للسلة للسيدات. ومن العناوين هنروح دلوقتي لتفاصيل أخبارنا، وبداية هتكون مع أخبارنا المحلية. ألف مليون مبروك أكيد لجمهور النادي الأهلي العظيم، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني وللاعبين، مجهود طبعا كبير جدا على مدار الموسم. وبالتأكيد النهاردة هنبدأ بأبطال الدوري أبناء القلعة الحمراء، وده بعد ما توج خلاص ونجح فريق النادي الأهلي في التتويج ببطولة الدوري العام المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخ النادي الأهلي، كمان استرداد لقب الدوري اللي كان غايب عن دولاب بطولات النادي الاهلي لمده اخر موسمين، قدر فيهم طبعا فريق نادي الزمالك انه يحقق اللقب مرتين متتاليين. ومفيش شك ان الموسم الحالي فعلا للنادي الاهلي هو موسم استثنائي بكل المقاييس. كمان عايز اتكلم عن الثعلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، اللي اثبت انه مدرب فعلا من طراز فريد ورفيع، ومدرب فعلا عنده شخصيه وقدر ان هو يفرق مع النادي الاهلي بصوره كبيره جدا، سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي او حتى على المستوى العالمي في كاس العالم للانديه. ده بعد ما توج طبعا بكل البطولات اللي قاد فيها النادي الاهلي باستثناء بطوله كاس العالم للانديه الاخيره. يمكن امبارح عايز اتكلم عن حسم الاهلي لقب الدوري العام المصري لرقم 43 في تاريخه بعد خوض 29 مباراه فقط من عمر المسابقه، وكمان بتوقع 5 مباريات ليه لسه، وده جه بعد فوز سيراميكا كيلوباترا اللي شفناه امبارح على نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف. هزيمه بيراميدز من سيراميكا جمدت رصيد نادي بيراميدز عند 67 نقطه في وصافه الدوري خلف النادي الاهلي المتصدر برصيد 75 نقطه. وفي حال تحقيق الفوز في المباراتين اللي جايين لنادي بيراميدز في الدوري هيصل لنقطه 73 في الدوري، عشان كده بيضمن النادي الاهلي التتويج خلاص بلقب الدوري العام المصري بشكل رسمي. وبيتبقى كمان للنادي الاهلي 5 مباريات مقبله هيكونوا امام نادي الزمالك يوم الخميس، والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والنادي المصري اخر مباراه، حيث هيخوض كمان
اخر مباراه زي ما قلت لحضراتكم ضد نادي المصري هتكون المباراه يوم 26 يوليو اللي جاري. نقول الف مليون مبروك للنادي الاهلي، يستحق لقب الدوري هذا الموسم. النادي الاهلي قدر ان هو يعمل صفقات مميزه في بدايه الموسم، اكيد مجهود كبير يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي مع دعم الجمهور الكبير طوال الموسم، قدر ان هو يتوج باكثر من بطوله كانت مؤثره. يعني قلت لحضراتكم 5 بطولات لمارسيل كولر مع النادي الاهلي، واحده دوري ابطال افريقيا، بطوله الدوري العام المصري رسميا حسمها النادي الاهلي دي البطوله الثانيه، 2 للسوبر المصري المحلي، اضافه كمان لبطوله كاس مصر، 5 بطولات قدر ان هو يفوز فيها، لم يحقق فقط كاس العالم للانديه. مجهود كبير لهذا المدرب اللي احنا شايفينه مع حضراتكم على الهواء مارسيل كولر، فعلا اختيار صائب لمجلس اداره النادي الاهلي بجلب هذا المدرب اللي قدر ان هو يغير من استراتيجيه النادي الاهلي بصوره كبيره جدا، وتعود مره اخرى شخصيه النادي الاهلي داخل الملعب في كل المباريات سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الافريقي. اكيد لسه مستمرين كمان مع افراح النادي الاهلي بالتتويج بالدوري وعوده اللقب المفضل والمحبب لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن كمان في حاله من الرضا والارتياح داخل صفوف الجهاز الفني للنادي الاهلي ان الفريق قدر ان هو يحسم التتويج قبل مواجهه نادي الزمالك. مواجهه نادي الزمالك هتكون يوم الخميس اللي جاي في قمه الدوري الممتاز، هتلعب مباراه على استاد القاهره الدولي الساعه 8:30 مساء ان شاء الله، كلنا في انتظارها بعد بكره يوم الخميس، لانه اكيد هيمنح اكيد تصدر الدوري وحسم لقب الدوري لعيبه النادي الاهلي هيمنحهم الافضليه. هي طبعا هيكون في حاله من الهدوء خلال المباراه وعدم استعجال اكيد الفوز او حصد نقاط المباراه. ده كمان بيجي في الوقت اللي استعلم او استفسر كده فيه مسؤولي النادي الاهلي مع مسؤولي رابطه الانديه علشان يعرفوا موعد تسليم الاهلي بدرع الدوري، وهل هيكون الاحتفال باللقب على هامش مباراه نادي الزمالك يوم الخميس ام عقب مواجهه نادي الزمالك، وده اللي احنا في انتظار قرار رسمي عشان نعرف فيما يخص في الفتره القادمه. عايزين نتكلم طبعا عن تتويج النادي الاهلي مع واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين الكابتن علاء علاء ابراهيم، طبعا نجم النادي الاهلي السابق. كابتن علاء برحب بيك ومنورني في اخبار اون تايم. اهلا بيك يا محمود، ازيك؟ اخبارك ايه؟ وطبعا واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي في الجيل طبعا السابق الجميل، كمان لعب وحقق بطولات كبيره جدا مع النادي الاهلي، بيستمر النادي الاهلي في رحله حصد البطولات على مدار الاجيال بمختلف اكيد اللاعبين ومجالس الاداره. شايفين امبارح تتويج النادي الاهلي قبل انتهاء بطوله الدوري ب5 جولات، وده مش جديد على النادي الاهلي، بيعود مره اخرى لقب الدوري بعد غياب سنتين ليحقق النادي الاهلي امبارح اللقب ال 43 في تاريخه. شفت امبارح تتويج النادي الاهلي ازاي بعد هزيمه بيراميدز امبارح كابتن علاء؟ يعني الحمد لله طبعا متضايق، انت عارف الدوري غايب عننا موسمين ورا بعض، فكان كتير جدا علينا يعني كجمهور نادي الاهلي ومحبين نادي الاهلي ولاعيبه نادي الاهلي ان النادي الاهلي يبقى بعيد بسنتين عن الدوري، فده طبعا كنا مركزين جدا ان احنا ان شاء الله نحقق البطوله، والحمد لله حققناها. واعتقد البطولات اللي هي بتيجي تعرف بعد غياب دي بيبقى ليها طعم وريحه كده حلوه يعني. صحيح، كان فوز طبعا وتتويج مهم جدا بعد هزيمه بيراميدز امبارح، النادي الاهلي بيطمئن اكيد قبل مباراه يوم الخميس، يعني اكيد بتدي حاله من الارتياحيه، حاله من الهدوء سواء للجهاز الفني او اللاعبين قبل مباراه القمه يوم الخميس الجاي. يعني خلينا نتكلم منطقيه كده، الدوري يعني كان بشبه 90-95% كان محسوم حتى لو كان بيراميدز ما كانش يعني اتخسر امبارح، لكن اقدر اقول لك ان مباريات الاهلي والزمالك انت عارف اللي هي لما تعمل عيد ميلاد كده ما ينفعش بغير تورته يعني. صحيح. فالتورته دي بتاعت الدوري هي ماتشات اهلي وزمالك، دي رقم واحد. رقم اتنين انت عارف ماتشات اهلي وزمالك بيبقى ليهم يعني سي في كده وليها تاريخ معين، يعني ملوش دعوه بالدوري، بيبقى ليه حسابات ثانيه، بطوله ثانيه مختلفه طبعا بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لنادي الزمالك. فاعتقد المباراه مختلفه تماما عن موضوع حسم الدوري سواء للاهلي او للزمالك، لكن دي بطوله ثانيه مختلفه جدا، واعتقد زي ما قلت لك التورته بتاعتنا اكيد الماتش اللي جاي ان شاء الله. هرجع لمباراه نادي الزمالك معاك يا كابتن علاء تاني، بس عايز اتكلم عن مارسيل كولر. اكيد المدير الفني ده اكيد كان ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي، اختلف اداء النادي الاهلي على الصعيد المحلي، وعايز اختص الصعيد المحلي عن اخر موسمين للنادي الاهلي. شايف مارسيل كولر ودوره؟ يعني 5 بطولات حقق العلامه الكامله مع النادي الاهلي زي ما ذكرت، دوري ابطال افريقيا، دوري المصري، واثنين سوبر مصري محلي، وبطوله كاس مصر، يعني 5 بطولات لم يحقق فقط كاس العالم للانديه. شفت تحقيق 5 بطولات مع النادي الاهلي
لمدير فني لإيدر نون اللي هو لسه أول سنة مع النادي الأهلي، شايف مارسيل كولر ودوره مع النادي الأهلي إزاي الموسم الحالي؟ يعني خلينا بس نتكلم بمنطقية شوية، إن النادي الأهلي منظومة ناجحة، يعني 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 أنت عارف اللي هو يعني تحط أي حاجة حلوة بتكمل لك الشكل. يعني أنا أتكلم، خلينا نتكلم يعني موسيماني كان في التدريب كان متواضع شوية، ما كانش يعني من المدربين الكبار يعني، لكن المنظومة اللي موجودة بتنجح أي حد، سواء النادي الأهلي إدارة جمهور. يعني أنت عارف النادي الأهلي إداري كبير جدا، بيلعب على البطولات دايما يعني. لكن أعتقد إن كولر عمل إنجاز، يخش أول موسم أعتقد ده ريكورد بالنسبة له كبير جدا، يعني هو يخش أول ريكورد يبقى خمس بطولات، وإن شاء الله أعتقد الستة والسبعة جايين في السكة إن شاء الله. شايف يا كابتن علي ان هو ماشي على نفس خطى مانويل جوزيه في تحقيق البطولات والارقام القياسيه، شايف ان الفتره الجايه هيستمر في تحقيق البطولات مع النادي الاهلي؟ يعني جوزيه كان حاله فريده من نوعها كده مع الاهلي يعني، لكن كولر اعتقد ارقامه مختلفه كمان عن مانويل جوزيه في بدايته. احنا بدايه مانويل جوزيه في 2001 حققنا بطوله افريقيا بس. صحيح. يعني حتى الدوري والكاس خرجنا منه يعني، ما حققناهوش يعني. يعني فدي ممكن يعني دي يكون عليها بس يعني بطوله واحده بس في سنه، برضو كانت قليله جدا عن النادي الاهلي، لكن اعتقد كولر خمس بطولات ولسه في بطولتين كمان في ممكن متاحين ان شاء الله، بطوله السوبر وبطوله كاس مصر ان شاء الله بامر الله يحققهم ان شاء الله، ودوري السوبر الافريقي كمان. يعني السوبر الافريقي بمحتاج وقت، لكن احنا بنتكلم على ان هم قريبين قوي يعني. عايز اتكلم بقى عن احتياجات النادي الاهلي. النادي الاهلي اكيد بيقفل الصفحه بيركز في احتياجاته للموسم الجديد. النادي الاهلي خلاص استغنى عن حمدي فتحي رسميا للوكرة القطري، شايف بقى الاحتياجات للنادي الاهلي للفتره المقبله؟ شايف اكيد الناس كلها بتتكلم عن مركز المهاجم، وعايز اخد رايك طبعا في مركز المهاجم. كنت اكيد مهاجم كبير جدا في فتره وجود مانويل جوزيه كمان زي ما ذكرت مع النادي الاهلي في بدايه الالفيه. شايف النادي الاهلي فعلا محتاج مهاجم بمواصفات ايه اللي هو ينضم للنادي الاهلي الفتره المقبله؟ انا النادي الاهلي محتاج مش مهاجم واحد يعني، اعتقد مهاجم افريقي ومهاجم كمان مصري يعني. انت مهاجم مصري برضو يعني شريف كهربا ممكن يحلوا لك حته الراس الحربه، لكن مش هم يعني الاساسيين قوي يعني، فانت محتاج واحد مصري وواحد افريقي كمان. الاحتياج الثاني اعتقد في وجهه نظري الباك ليفت برضو محتاج بديل لعلي معلول، خلينا نتكلم منطقيين محتاجين يعني. محمد شكري ممكن يبقى بديل مناسب، لان النادي الاهلي بيتكلم ان محمد شكري ممكن يرجع في بند بعودته للنادي الاهلي في يعني بدفع مبلغ 7 مليون. اعتقد بديل مش 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 يعني مش وحش، مش يعني ممكن يكون مناسب، ابن النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، واعتقد ممكن السنه الجايه ياخد بفترات معينه كده يبقى حاجه كويسه. واعتقد ان الموسم ده فرق مع سيراميكا في حته الباك ليفت ولعب بشكل كبير جدا. اعتقد الباك رايت ما عندناش مشكله فيها. الحراسه الحمد لله يعني الشناوي لطفي شوبير حمزه الحمد لله الامور كويسه جدا. المساكين برضو الحمد لله ما عندناش اي مشكله فيهم، الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. هي بس حته النص الملعب بعد يعني حمدي فتحي وحاله السوليه الحقيقه يعني بقت غريبه جدا الحقيقه الفتره دي. اعتقد مفيش الا ديانج ومروان اعتقد، وفي اكرم راجع برضه في الحته دي يعني، برضه انت عارف الاصابه والرجوع، وكان كان 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 دايما بيستخدمه في حته الباك رايت. اعتقد محتاجين حد في نص الملعب يعني، ما اعرفش هم التفكير هيبقى ازاي بقى يعني، لكن انا شايف ان احنا حته نص الملعب دي محتاجين حد صغير كده زي مروان عطيه يكون نواه للفتره اللي جايه ان شاء الله. مين اللي شايفه في الدوري المصري ان هو ممكن ينضم للنادي الاهلي في حته نص الملعب؟ انا في وجهه نظري انا شايف غنام محمد فيوتشر، شايف مصطفى حماده بتاع فاركو، اعتقد الاثنين دول يعني ممكن يكونوا بوبو بدايل. محمد رضا بوبو شايف ان هو ممكن يبقى بديل مناسب؟ رضا ما يعني اعتقد مش ديفندر محمود حماده يعني، يعني محمود حماده بتاع فاركو مش مصطفى، محمود حماده. لكن بوبو يعني مش شايفه اللي هو سته، لا يعني مش شايفه ديفندر يعني، مش شايفه مروان عطيه، مش شايفه ديانج، لكن محمود حماده غنام اعتقد اختيارات مناسبه دي. لكن رضا طبعا لعيب كبير، واعتقد النادي الاهلي اعتقد خلاص فيه اعتقد يعني. اقتراب انضمام امام عاشور، وكلام كتير طبعا بيتم تداوله في الفتره الاخيره عن امام عاشور، شايف ان هي صفقه هتبقى مفيده ومميزه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه؟
يعني مش عارف، يعني انا كمحب للنادي الاهلي انا مش حابب الصفقه دي الحقيقه، يعني انا كلاعب نادي اهلي ومعشوق نادي الاهلي زي ما بيقولوا، لا انا مش حابب ان الصفقه دي تبقى موجوده الحقيقه. يعني خلينا نتكلم، النادي الاهلي دايما يعني الحاجات الشخصيه دايما بتبقى مؤثره، وهو ليه سابقه واثنين وثلاثه معانا يعني، فاعتقد مش عارف يعني المسؤولين يعني لحد دلوقتي انا مش مصدق ان فعلا في اتجاه رسمي ان امام عاشور يبقى موجود، مش عارف يعني. فيعني الحقيقه تبقى يعني مش يعني لحد دلوقتي مش مصدق، وهتبقى مفاجاه بالنسبه لي يعني. طب فنيا مفيد للنادي الاهلي؟ هو فنيا لعيب كبير مش محتاج كلام، هو فنيا لعيب كبير، بس دايما النادي الاهلي مش دايما الفني بيبقى يعني لنا ثوابت كبيره جدا، يعني ثوابت كتيره جدا في الفني دي. يعني ما تقوليش ابراهيم سعيد كان ممكن يمشي من النادي الاهلي عشان فني، ما تقوليش الكابتن حسام حسن كان ممكن يمشي من النادي الاهلي وابراهيم حسن من النادي الاهلي عشان فني يعني. ما بالشكل ده بقى الناس دي ترجع بقى يعني ما عندناش مشكله. فاعتقد الحسبه بتاعت امام عاشور مش فنيه بس، النادي الاهلي هيخرجها ازاي لو جه او ممكن، لان خلي بالك لحد دلوقتي ما فيش قرار رسمي او رد رسمي من مسؤول من النادي الاهلي، وده طبيعي. نعم. ان يقول لك اه ولا لا، لسه يعني مفيش اي كلام رسمي، ده حقيقي بالظبط، كل ده كلام. يعني محدش مسؤول قال لك مثلا في مفاوضات او بعتنا او قلنا، فدي برضو يعني بتدي علامات استفهام ان مفيش حاجه يعني، لكن ممكن تكون دي اجتهادات صحفيه، وانت عارف السوشيال ميديا انت فاهم بقى. لكن اعتقد الصفقه او 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 الانتقال مش فني بس، واعتقد النادي الاهلي هيحسبها كده، ده في وجهه نظري. اخيرا عايز اختم معاك اكيد بلقاء القمه يوم الخميس، شايفه فنيا على ارض الملعب ازاي؟ مين الاقرب للفوز بمباراه يوم الخميس الجاي؟ يعني نادي الزمالك الفتره دي شايف اوساريو بدا يحفظ الفرقه، بدا فكره يشتغل بشكل كويس، النتائج مساعداه، في توفيق ليهم كويس جدا، انه ماتش الفوتشر مثلا لما متاخر 2-0 دقيقتين ثلاثه تتعادل وتكسب، يعني اعتقد في توفيق شويه. مباراه اعتقد هتبقى حلوه، احنا حالتنا برضو الحمد لله الفنيه والبدنيه ماشيه بشكل كويس، ماتش هيبقى حلو. لكن طبعا اعتقد يعني الاغلبيه لا يعني النادي الاهلي افوق، النادي الاهلي اجهز، النادي الاهلي يعني اعتقد عندنا حوافز كثيره جدا ان احنا نحقق الفوز، والنادي الزمالك برضو عنده حوافز عايز يعوض السنه السيئه النهارده، السنه دي سنه سيئه للنادي الزمالك الحقيقه في البطولات والمشاكل و و و نادي الزمالك نادي كبير يعني، ما يعني نادي الكره المصريه ليها قدمتين اهلي وزمالك، فاعتقد لما يحصل اي حد محب للنادي الاهلي بشكل كويس ما يحبش نادي الزمالك بالشكل ده الحقيقه. لكن نادي الزمالك نادي كبير جدا، واعتقد انه هيرجع الفتره اللي جايه وهيرجع بشكل كويس، لكن الامور بس تهدى والمشاكل والكلام الكتير على السوشيال ميديا والحاجات يعني الحقيقه مناظر الحقيقه الواحد بيشوف حاجات بيستغرب جدا يعني. يعني ان شاء الله يرجع نادي الزمالك بتاع زمان، بتاع كمال درويش، بتاع الاستاذ جلال ابراهيم، نادي الزمالك ده يا جماعه نادي كبير جدا يعني، لكن الحقيقه اللي احنا بنشوفه ده مش ده نادي الزمالك. اتمنى ان شاء الله ان مباراه يوم الخميس تكون قويه وتليق اكيد بقطبي الكره المصريه كابتن علاء ابراهيم نجم النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا. نرجع لاخبارنا المحليه، النهارده بقى طبعا فريق النادي الاهلي هيستأنف تدريباته الجماعيه على ملعب مختار التتش استعدادا طبعا لمباراه القمه امام نادي الزمالك يوم الخميس الجاي. المباراه تكون الساعه 8:30 على استاد القاهره زي ما قلت لحضراتكم، في اللقاء المؤجل من الاسبوع 31 من بطوله الدوري العام المصري الممتاز. هيتدرب الفريق النهارده وبكره قبل الدخول في معسكر مغلق هيكون في احد الفنادق استعدادا طبعا لخوض مباراه القمه يوم الخميس، وبيستأنف بقى فريق النادي الاهلي تدريباته الجماعيه النهارده بعد 48 ساعه كطرح حصل عليها اللاعبين بقرار طبعا من كولر بعد انتهاء مباراتهم ضد الاتحاد السكندري في المباراه كان يوم السبت اللي فات. في اللقاء المؤجل كمان كان من الاسبوع 21 من عمر الدوري، واللي فاز طبعا فيها النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. فضل اكيد كولر مدير فني النادي الاهلي انه يمنح لاعبيه راحه سلبيه كانت لمده يومين بسبب ضغط اكيد المباريات في الفتره الاخيره وعدم كمان حصول اللاعبين على راحه يعني من فتره كبيره جدا، عشان يمنحهم اكيد قسط كافي من الراحه قبل مواجهه نادي الزمالك يوم الخميس. يمكن كمان طلب كولر من جهازه المعاون تسجيلات لمباراه الزمالك الاخيره اللي خاضها الفريق مع اوسوريو ومع المدير الفني طبعا الكولومبي اخوان كارلوس اوسوريو منذ توليه المسؤوليه الفنيه للفريق الابيض. كمان
طلب كولر كمان انه يشمل التقرير الفني ده الخاص بالمنافس كل المعلومات الخاصه بنادي الزمالك واللاعبين المتوقع غيابهم عن موقعة يوم الخميس او مباراه يوم الخميس، وذلك من اجل تجهيز الخطه المناسبه اكيد لتحقيق الفوز على نادي الزمالك. كمان في محاولات داخل النادي الاهلي حاليا لانهاء ازمه ايقاف المالي اليو ديانج اللي صدر طبعا قرار من الفيفا بايقافه لمده 6 شهور بعد تاخره يعني في سداد مبلغ 250,000 دولار لوكيله السابق. يعني يمكن اللاعب وبمساعده اكيد النادي الاهلي قام بتحويل المبلغ المستحق لوكيله خلال الساعات اللي فاتت، لكن يعني بسبب بعض المشاكل الخاصه بالتحويلات البنكيه المبلغ اتاخر شويه في الدخول لحساب الوكيل، ده اللي ادى الى صدور عقوبه ديانج بالايقاف. لكن في التوقيت الحالي وبعد التواصل كمان مع الوكيل السابق لديانج واختاروا كمان المبلغ تم تحويله لحسابه بالفعل، الازمه في طريقه للانتهاء ورفع الايقاف عن ديانج. وطبعا اداره النادي الاهلي بتسابق الزمن لانهاء المشكله دي، مشكله ايقاف ديانج، عشان اللاعب يعني يكون متواجد في مباراه يوم الخميس في مباراه القمه امام نادي الزمالك. ومن اخبار النادي الاهلي نروح لاخبار نادي الزمالك. ابناء ميت عقبه فريق نادي الزمالك اللي بيحاول مسؤوليه في الوقت الحالي ان يطلب اكيد من الاتحاد العربي لكره القدم بتاجيل ارسال قائمه الفريق اللي هتشارك في البطوله العربيه بسبب ملف قيد الصفقات الجديده ضمن قائمه الفريق قبل المشاركه طبعا في البطوله العربيه القادمه. اداره نادي الزمالك طلبت كمان الاتحاد العربي ان يتم يعني تأجيل إرسال قائمة الفريق المشاركة في البطولة دي العربية حتى يتمكن كمان نادي الزمالك من قيد الأسماء الجديدة والصفقات الجديدة لخوض منافسات البطولة بالصفقات الجديدة اللي برمها نادي الزمالك. والاتحاد العربي لكرة القدم يعني حدد يوم 25 يوليو الجاري موعد نهائي لتسلم القوائم المشاركة في دور المجموعات في البطولة العربية، ما يعني أن الزمالك لن يكون بمقدوره قيد اي لاعب جديد يتعاقد معاه في قائمته في البطوله العربيه، نظرا طبعا ان باب القيد المحلي لن يتم فتحه قبل التاريخ المحدد. طبعا كلنا عارفين ان بطوله الدوري المصري هتنتهي يوم 26 من شهر يوليو الجاري، وبالتالي هيتم بقى فتح نظام القيد في اليوم الثاني على طول، وقتها هيكون بقى الفرق المشاركه في البطوله العربيه سلمت خلاص القوائم كمان هي بتاعتها، وهو اكيد بيصير ازمه في نادي الزمالك. كمان عايز اقول لحضراتكم نادي الزمالك بيحاول في التوقيت الحالي سداد غرامه شيكابالا لفريق سبورتنج لشبونه حوالي 1.5 مليون دولار لانهاء ازمه منع الفريق من القيد بعد وصول كمان خطاب وقف القيد لنادي الزمالك من الفيفا لاتحاد الكوره. نتمنى ان شاء الله الامور تتحل داخل نادي الزمالك وان شاء الله الامور ترجع لنصابها الصحيح في اقرب وقت ممكن عشان يقدر نادي الزمالك ان هو اكيد يعيد الصفقات وترجع الامور مستقره داخل نادي الزمالك. كلنا بنتمنى ان شاء الله الفتره المقبله يعود اكيد نادي الزمالك اقوى كمان في من الاول. نروح بقى لاستعداد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقياده الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو اللي عنده تحدي كبير وهو استمرار الانتصارات والتاكيد كمان على احقيته في تنفيذ فكره الفني والطريقه الفنيه اللي واجهت يعني بعض الانتقادات في وقت سابق من جماهير نادي الزمالك. لكن الحقيقه في الوقت الحالي بدات الناس تقتنع بفكر المدرب الكولومبي، عشان كده حريص كل يوم في التمرين انه يقعد ويعمل محاضرات فنيه مع اللاعبين وعن الطريقه اللي هواجه كمان بيها النادي الاهلي. واكد الكولومبي وسوريو للاعبين ان الفريق هيواجه النادي الاهلي باكثر من طريقه على مدار احداث المباراه عشان يعني يعمل حاله من الاثبات الفني لمدافع النادي الاهلي وكمان كولر خارج الملعب، لانه مش هيكون عارف يعني طريقه محدده او معينه لنادي الزمالك. شرح كمان اوسوريو للاعبين بعض الجوانب التكتيكيه والفنيه الخاصه في اطار استعداد نادي الزمالك لمباراه يوم الخميس امام النادي الاهلي، ووجه كمان يعني رسائل تحفيزيه اوسوريو للاعبين خلال حديثه معاهم وطلبهم مواصلة العمل بكل قوة وجد والتركيز فقط في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة لنادي الزمالك. وأكد خلال حديثه مع اللاعبين على الثقة التامة من الجهاز الفني في كل عناصر الفريق، وأكيد نادي الزمالك بيستعد بكل قوة لمباراة يوم الخميس عشان أكيد يصالح جمهوره بعد فقدان لقب الدوري اللي قدر يحتفظ بيه نادي الزمالك في آخر موسمين. لكن بيحاول أوسوريو عن طريق أكيد التدريبات الفترة الأخيرة أن يحفظ لاعبين نقاط القوة والضعف في نادي الأهلي ويحط الخطة المناسبة اللي هيواجه بيها نادي الأهلي عشان يصالح جماهيره، لأن طبعا زي ما احنا عارفين مباراة القمة دائما ما تكون مباراة بطولة خاصة أكيد سواء لجمهور النادي الأهلي أو جمهور نادي الزمالك.
لسه مع اخبار نادي الزمالك، ويمكن كده يعني من فتره تابعنا اخبار خارجه من نادي الزمالك بتقول ان في مفاوضات مع احمد ميهوب. احمد ميهوب طبعا ده حارس غزل المحله، يعني ده بعد المستوى المميز اللي ظهر عليه الحارس مع الفلاحين الموسم الحالي، لكن عرفنا برضو هنا ان في انقسام داخل نادي الزمالك، يعني ناس بتقول انه بيستحق الانضمام لنادي الزمالك، وناس تانية شايفه انه لا يستحق، وان الفريق لازم ان هو يتعاقد مع حارس مرمى مميز ذو خبره عشان يعوض يعني رحيل محمد عواد عن الفريق المنتظر. ده رحيل منتظر اكيد في فتره الانتقالات الصيفيه القادمه، عشان كده مسؤولي نادي الزمالك سابقوا الموضوع ده وسابوا الموضوع ده تماما للمدير الفني الكولومبي اوسوريو، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، هو اللي هيحسم القرار النهائي والاخير بشان الحارس، اما التعاقد مع حارس غزل المحله واعطاء او اعطاء الضوء الاخضر رؤيته الفنيه، خصوصا ان هو المتحكم الاول في الصفقات الجديده لفريق نادي الزمالك. كمان بيواصل محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك مرحله التاهيل قبل الاخيره في الامارات للتعافي من اصابته اكيد بالرباط الصليبي اللي لحقت بيه خلال فتره الانتقالات الماضيه، الفتره الماضيه طبعا وبعدته عن صفوف نادي الزمالك منذ عده اشهر، وتعد اكيد مرحله التاهيل الحاليه اللي ياخدها الونش هي المرحله قبل الاخيره هتكون للونش، اللي هيخوض بعديها مرحله التاهيل بقى في الملعب تمهيدا لعوده اللاعب ان شاء الله المشاركه مع فريق نادي الزمالك في الموسم الجديد. وكان الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك قد اكد ان العمليه اللي اجراها الونش عباره عن اعاده بناء الرباط الصليبي الامامي ده بواسطه المنظار الجراحي، موضح ان حاله الونش يعني مطمئنه في الفتره الحاليه بعد اجراء الجراحه في احد المستشفيات طبعا كانت في المانيا. اتمنى له ان شاء الله الونش اكيد واحد من نجوم نادي الزمالك وفارق اكيد في الحته الدفاعيه، لعيب ليه دور كبير جدا ولعيب قيادي في خط الدفاع ولعيب اصبح ذو خبره وبيفرق مع نادي الزمالك بكل تاكيد، فاكيد عودته هتكون مهمه جدا ومفيده لخط دفاع نادي الزمالك. نكمل اخبارنا المحليه، وتقام اليوم مواجهه وحيده في بطوله الدوري المصري في الجوله 33 بيستضيف سموحه بقياده طبعا الكابتن احمد سامي فريق نادي امبي بقياده كابتن تامر مصطفى، والمباراه هتكون الساعه 8:30 مساء. بيدخل سموحه المباراه بحثا عن النقاط الثلاث من اجل كسر اكيد سلسله الهزائم المتكرره اللي كان اخرها امام فريق بيراميدز والخساره بخمس اهداف مقابل هدفين في بطوله الدوري، من قبلها كمان الخروج من كاس مصر على يد فريق النجوم. كابتن احمد سامي عقد جلسه مع اللاعبين طلبوا بضروره تحقيق الفوز من اجل العوده مره اخرى للانتصارات وتحسين مركز الفريق في بطوله الدوري بعدما توقف رصيد الفريق عند نقطه 36 في المركز ال 14. على الجانب الاخر بيعيش اكيد نادي ام بي افضل فتراته طبعا تحت قياده كابتن تامر مصطفى المتالق مع الفريق بعدما استطاع الفريق الوصول للمركز السابع برصيد 42 نقطه، وبيسعى الفريق البترولي لمواصله النتائج المتميزه وتحسين اكيد مركزه في جدول مسابقه الدوري العام المصري هذا الموسم. هنطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره اخبار الالعاب الاخرى. توج منتخب مصر لكرة السلة للسيدات بلقب البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على المغرب بنتيجة 96-75 في المباراة طبعا النهائية خلال البطولة اللي أقيمت في مجمع الصلاة مغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجاري، بينما حصد منتخب الجزائر المركز الثالث بعد الفوز على الكويت بنتيجة 74-37، ونجح منتخب مصر في التأهل خلاص إلى الدور النهائي بعد الفوز على نظيره الكويت بنتيجة 99-32. ومن كرة السلة نروح لكرة الطائرة، وحقق المنتخب الوطني كرة الطائرة شباب تحت 21 عام الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة 3-1
في المباراة اللي أقيمت بينهما يوم الثلاث ضمن منافسات الدور الثاني في تحديد المراكز ببطولة العالم المقامة حاليا في البحرين. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-20، 25-20، 22-25 و20-25. بيعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسه المهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي مؤتمرا صحفيا في 6 مساء اليوم الثلاثاء بمقر الاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاعلان عن تفاصيل استضافه بطوله العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عام والمقامه على ملاعب الاكاديميه خلال الفتره من 10 الى 17 يوليو الجاري. كده تكون خلصت فقرة الأخبار الألعاب الأخرى. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل مع آخر فقرتنا فقرة وان شوت، ولكن بعد الفاصل. برحب بكل مشاهدينا من جديد، وصلنا دلوقتي لآخر فقرتنا فقرة وان شوت. بالتأكيد كل جماهير كرة القدم العالمية منتظرة الاستقبال طبعا الحافل اللي هيكون بيتجهز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فور أكيد وصوله إلى ميامي تمهيدا لانضمامه لفريق انتر ميامي الأمريكي. ومن ضمن التجهيزات دي لاستقبال ميسي قام النجم الإنجليزي الكبير طبعا ديفيد باكهام مالك نادي انتر ميامي الأمريكي بالمشاركة في رسم لوحة جدارية ضخمة ليونيل ميسي تكريما لأكبر نجم في كرة القدم ينضم إلى فريق في الدوري الأمريكي. ومن المتوقع ان يصل ميسي الى ميامي اليوم ليضع كمان اللمسات الاخيره على انتقاله المرتقب الى الدوري الامريكي لكره القدم. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده ببرنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بكل مواجهه جديد على الساحه المحليه والعالميه. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.